صبحنا بالأخبار السارة والأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة، واجعلنا من الذين يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة، وارزقنا سعادة القلب وهدوء النفس وسكينة الروح. أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضيكم، ويرزقكم حتى يغنيكم، ويجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة سعادة لا يخالطها هم ولا حزن. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكرها الذاكرون وغفل عنها الغافلون، صلاة تنور بها وجوهنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتهدينا طريقا مستقيما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين.